في سنة 2017 تنباع لوحة للفنان ليوناردو دافنشي بعنوان مخلص العالم، اللي انباعت بمبلغ وقدره 450 مليون دولار. وقبليها بسنة 2015 تنباع لوحة للفنان فيليم دي كونينج بعنوان تبادل، اللي انباعت بمبلغ 300 مليون دولار. وبنفس السنة تنباع لوحة للفنان جاكسون بولوك بعنوان 17A بمبلغ ويعادل 200 مليون دولار. مبلغ ويعادل 200 من الو بدي استقيل، بدي لاحق حلمي واصير طريش. في علم الاقتصاد سعر اي منتج في العالم هو سعر التكلفه زائد هامش الربح، واذا بدنا نحكي منطق اكثر من 3 ليرات بدفعش فيها هاي لوحه بولوك. فعلى اي اساس بتتسعر اللوحات الفنيه بهاي الاسعار الخياليه؟ في 1936 بتم اكتشاف لوحه في هولندا لواحد من اهم الفنانين في التاريخ يوهان فيرمير بعنوان عشاء عند اميوس، وبتم اكتشاف اللوحه من قبل فنان هولندي اسمه هان فان ميجيرن، اللي وصفوه النقاد بهذاك الوقت بانه فنان تقليدي ومش مبدع، وباع اللوحة بمبلغ يعادل 30 مليون دولار بالزمن الحالي لجمعية بتحافظ على التراث الفني الهولندي. في 1940 تحتل القوات النازية هولندا، وخلال فترة الاحتلال سبحان الله بيكتشف فان ميجيرن كمان لوحة لفيرمير وبيبيعها بمبلغ بيعادل 7 مليون دولار. بس هاي المرة ببيع اللوحة لضابط نازي اللي كان يعتبر الإيد اليمين لهتلر. وبعد سقوط النازية قدرت قوات الحلفاء استعادة اللوحة واعتقال فان ميجيرن بتهمة التعاون مع النازية وبيع جزء مهم من التراث الفني الهولندي. معي لوحات تشتري؟ معي لون أصفر نظيف بالسيارة. لا والله ما مسكنات ما عندنا، بس يمكن تلاقي عند جارنا. وقت المحاكمة بيقدم فان ميجيرن واحد من أكثر الاعترافات المثيرة للجدل واللي غيرت الساحة الفنية للأبد. اللوحات اللي اكتشفها واللي باعها كانت مزورة ومش من رسم فيرمير أصلاً، كل اللوحات كانت من رسم فان ميجيرن وحط اسم فيرمير عليهم. حتى لوحة عشاء عند أميوس اللي اعتقد النقاد كلهم إنها هاي أحسن عمل لفيرمير طلعت من رسم فان ميجيرن. اعترف فان ميجيرن انه قضى اكثر من 6 سنين من حياته عم بتعلم كيف يرسم زي فيرمير، ولما وصل لمستوى عالي من الحرفيه قدم للعالم لوحات فيرمير اللي ادعى انها ضايعه، وانه هو ما كان مهتم بالمصاري وكان بس مهتم انه يفرج النقاد انه هو بنفس حرفيه فيرمير. الكل رفض اعتراف فان ميجيرن واتهموه بالكذب للهروب من العقاب، بس اثبت للكل صحه اعترافه بانه رسم واحده من اللوحات بالمحكمه قدام كل حدا. بعدين مش حكينا بدنا نثبت؟ هذا الاعتراف خلى كل الناس تتساءل هل يعتبروا هاي اللوحات جميلة وبتستاهل ثمنها؟ ولا لأنهم عرفوا إنه هلأ مزورة فتعتبر أقل قيمة؟ في جزء من الناس وقتها ولليوم بيحكوا إنه الفن شغل فنطزة، وهو طريقة لمقيمين الفن يعملوا حالهم فاهمين بإشي الناس التانية مش فاهماه، وطريقة للغني إنه يفرض عضلاته ورزق الهبل على المجانين. وحتى لو بدنا نقول انه هاي اللوحات عن جد سعرها زي هيك مش لازم ينزل من سعرها حتى لو ما كانتش اصلية. اذا برسم لوحة مطابقة للموناليزا شو بيخلي لوحتي اقل قيمة من لوحة دافنشي؟ وعشان تقلل من سعر منتج لازم يكون اقل جودة من الاصلي، وبحالة لوحات فان ميجيرن الناس ما لقت الفرق اصلا. كزبرة بقدونس حسين فهمي مصطفى فهمي علي جابر. اوف مية حنفية مية فلتر. الله اكبر، ليش صافن؟ بلوحات الانتخابات. شو مالهم؟ مش عارف ميز بينهم. بس اذا بتفكروا فيها سعر اللوحات هو مش اللوحات كلوحات واللوحات كتاريخ. يعني فيرمير لما رسم لوحاته رسمهم بأدوات من القرن ال17 وبأسلوب يعتبر جديد وقتها، وقدم إنجاز كبير للساحة الفنية وللبشرية اللي تسجل في التاريخ. وفان ميجيرن ما كان بيواجه نفس الصعوبات والعوائق اللي بيواجهها فيرمير، وما قدمش إشي جديد للعالم. كل لوحة
بتحمل معها قطعة صغيرة من التاريخ، وبتحمل معها مشاعر البشرية وإنجازاتهم وحضارتهم بحقبة من الزمن. فبإمكانها اللوحة تجسد واحدة من أهم الحضارات في التاريخ، وواحدة من أهم الشخصيات اللي أثرت عليها. أو بإمكان اللوحة تجسد مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية والقنابل النووية، لما الناس بلشت تحس بنهاية الحياة وكيف إنه الحياة مش منطقية، فليش الفن اللي بيعملوه لازم يكون منطقي؟ فالسؤال بيجي هون يا سهام، هل يعتبر الفن إشي أساسي بحياة الإنسان ولا نوع من أنواع الكماليات؟